بس قبل ما ادخل في افريقيا الاول، عايز اخدك في كاس امم الاسيويه لانه انتهى كمان بالفعل النهارده. عايز اعرف رؤيتك ايه ورايك في كاس امم الاسيويه بشكل عام. انا تابعت المباراه النهائيه النهارده، عرض لك في الاردن عملت مباراه كبيره جدا، مبروك لقطر. المباراه خلصت 3-1، كان في جدل عشان 3 ضربات جزاء بتوع اكرم عفيفي يعني، لكن عايز اقول لك ان الضربه الثانيه والثالثه 100% صح يعني، انا تابعتهم وعدت اللعبه مرات كتير قوي يعني، لكن الضربه الاولى هي اللي فيها جدل شويه يعني، انا مش شايف ان هي ضربه جزاء، لكن هي قطر كفريق فريق قوي مميز يعني برضو يستحق الفوز. الاردن هارد لك طبعا، ومحدش كان متصور ان هي ممكن توصل للنهائي، واحنا يعني زي ما المغرب سعيده بوجود حسين عموته كمدير فني للاردن، فاحنا سعداء ان احنا كان عندنا 3 مدربين مصريين مسكوا مدير فني الاردن، كابتن جوهر الله يرحمه، كابتن حسام حسن، وكابتن علاء نبيل. انا ما اعرفش والله معلومه كابتن علاء. لا، الثلاثه مسكوا منتخب الاردن ويعني عملوا مردود رائع جدا. هم دايما على فكره بيشيدوا كمان حتى بالمدربين المصريين الحقيقه، ان هم عملوا طفره في الكره الاردنيه، كابتن جوهري سواء كابتن حسام او كابتن علاء نبيل، يعني هم دايما بينسبوا الفضل دايما ليهم. كابتن جوهري كان في بطوله شهيره قوي اللي اعتقد كانت في 2005 يمكن حاجه زي كده، اعتقد 2004 لو اه 2004 وكان الناس كلها في مصر كانت بتتابع البطوله، بس الاردن خرجت من دور الثمانيه بركلات الترجيح من اليابان. انا فاكر حتى انا كلمت كابتن جوهري كان في اليابان، ورغم ان الوقت كان متاخر جدا لان هم سابقنا ب7 ساعات، لكن عملت معاه مداخله وطلع معاه على الهواء، وده كان يكافئ 4 الفجر تخيل. يعني كان عندهم في البطوله مش فاكر كانت في الصين تقريبا، واحنا كنا هنا في مصر الساعه 9، فكان 7 ساعات نام هو، كان الله يرحمه ملتزم جدا وكان مواعيده مظبوطه جدا، بس عمل شكل كويس للفريق، ودي كانت بدايه طفره الاردن يعني. احتفاظ بقى كمان قطر بالبطوله لتاني مره على التوالي بعد 2019، وكمان ده بقى ناتج عن ايه؟ لان انت الحقيقه لما يقدروا يعني يحافظوا على ده، هل ده نتيجه تخطيط سنوات، نتيجه ان انت خلي بالك الكره الاسيويه برضو متقدمه جدا يعني، سواء اليابان او كوريا او ايران، في فرق تقيله جدا جدا، مش بسهوله ان الدوله تتطور بشكل كبير جدا وتقدر تاخدها مرتين ورا بعض. صح، هو طبعا قطر عندها طفره في الرياضه وفي الكوره، وموضوع التجنيس لعب دور مفيش شك يعني. على فكره اكرم عفيف اللي الناس يعني عجبت بيه جدا، هو خد هداف البطوله النهارده وافضل لاعب في البطوله كمان. اكرم عنده او اصله من 3 دول تخيل يعني، اكرم عنده اصل يمني طبعا بجانب انه معاه الجنسيه القطريه، وعنده اصل كمان تنزاني، والده كان بيلعب لنادي سيمبا التنزاني، وهو طبعا موجود في قطر وعايش طول عمره في قطر، لكن هو لاعب مميز جدا ولفت نظره، وبيلعب في السد القطري بالمناسبه. فهم في طفره كمان، استضافتهم لكاس العالم فرقت معاهم ايجاب بالايجاب يعني، فرقت بشكل كبير اكيد اكيد طبعا. وكمان طبعا مش ننسى السعوديه برضو من الفرق الكبيره جدا في اسيا يعني، ان هم يعرفوا يتقدموا ويتخطوا في اخر نسختين، دي طبعا الحاجه الحقيقه مش سهله وتستحق التحيه يعني. صحيح صحيح صحيح. والنهائي يكون عربي عربي برضو، دي يعني يكون ما بين قطر طبعا، غير اللي حصل معانا في افريقيا.